سلام ونعمة المسيح. مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة، برحب بيكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجنا. أيضا النهاردة برحب بضيفتي العزيزة وصديقتي الأخت سوزي منير. أهلا بيك يا أهلا بيك يا سوزي، منورة البرنامج. تعيشي، ميرسي. وكل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة، كل سنة وانتي طيبة. أمين. كل سنة وانتم في نعمة ورعاية المسيح. احنا بنحتفل في الأيام دي بعيد القيامة المجيد في الكنيسة الغربية. النهاردة هو يوم الجمعة العظيمة، والأسبوع المقبل نحتفل أيضا مع الكنيسة الشرقية، وهنكون معكم برضو يوم الجمعة العظيمة من الأسبوع القادم. النهاردة علشان المناسبة دي مش مناسبة، ده أسلوب حياة، احنا هنتكلم معاكم في موضوع القيامة. حلقة النهاردة بعنوان قام ليقيمنا معه. دايما من عاداتنا كمسيحيين أو يعني عموما بنقول في الوقت ده لبعضنا المسيح قام، حقا قام، أو الكنيسة اللي بتقولوا الخريستوس أنستي. ردي عليا بقى. أليسوس أنستي. أليسوس أنستي. فإحنا دايما بنقول العبارات دي، المسيح قام حقا قام، أو المسيح قام، أو بالحقيقة قام، أو نقول المسيح قام وأقامنا معه. دي طريقة سلامنا على بعضنا في الوقت ده، لكن الحقيقة هو أيضا دي عبارات بنقولها في أوقات مثلا نكون فقدنا عزيز. أنا فقدت أحد أقاربي من كام يوم، وكان سلامنا على بعض برضو وتعزيتنا لبعض إن المسيح قام وأقامنا معه. فدي عبارة تقدير واحترام وسلام بنقولها لبعض، وإعلان أيضا لعظم عمل الله في القيامة في حياة المؤمنين. القيامة معجزة إلهية بكل معاني الكلمة، لكن المعجزة دي ما كانتش معجزة فردية أو لمجموعة معينة من الناس، لكنها معجزة غيرت وعدلت مسار البشرية كلها، وأظهرت مجد الله اللي أصبح قريب جدا منا بعمل المسيح. وبقى ممكن نقول إن المسيح قام ليقيمنا معه. دي كانت من أهداف عمل القيامة، إنه إحنا كأبنائه كمؤمنين نعيش حياة القيامة معه، لأننا كنا أموات في الخطايا، ولأنه عمل القيامة ده من أجلنا ليغير الحاضر والمستقبل في حياتي وحياتك، ويعدنا لحياة أبدية معاه، فنعيش على رجاء القيامة زي ما بيقول الكتاب. كلام ممكن لو يعني لو عدناه كده الناس يعني ايه على رجاء القيامة؟ هنفسر. ولازم تفهم وتفهمي انت النهاردة كابن وبنت الله انه هناك اسلوب حياة بعد القيامة يخليك انت انسان عايش منتصر منتعش حتى في وسط الازمات، عارف انت رايح فين. قيامة المسيح غيرت مستقبلي أنا بصفة شخصية. النهاردة إحنا عايزين إنه حلقة اليوم تكون بداية تغيير في حياتك لمستقبل ترى من منظور الله. سوزي قالت لي تعبير كان الحقيقة، أنا دايما في كل حلقة بقول لكم الفكرة ابتدت إزاي، فبداية فكرة الحلقة دي إنه سوزي قالت عبارة واحدة، قالت إيه؟ محدش فينا بيعيش الحاضر بلا تصور عن الأبدية. والحقيقة أنه تسلسل الأفكار اللي جه بعد كده وحديثنا يا سوزي كان منطلق من الفكرة دي. مزبوط. كان في وقفة، الوقفة دي لازم الناس كلها أولاد الله كلهم ياخدوها يفهموها، يعرفوا دي توديك فين، توديكي فين بعد كده. فيعني نفسي أن احنا نطبق الفكرة اللي احنا هنناقشها دي على نفسك. تفكري طبقيها على نفسك، الحاضر اللي في فكرك اللي انت عايشاه النهارده، تصورك عن ابديتك ايه؟ انا من خلفيه اسلاميه كان تصوري عن ابديتي ان انا راح النار يعني مفيش نقاش، يعني ان كل الا واردها، حد هيعدي، حد هيقع، حد هيقعد في النار، انت راح النار رايحه النار لاسباب كتير. وده اكيد بيأثر في ازاي بتعيشي الحاضر بتاعك. رعب
ولازم أبقى عايشة حاسبة حساب كل حاجة بعملها بطريقة خوف مش بطريقة حب للحياة اللي أنا عايشاها. يعني ما عندكش ثقة في يعني المستقبل بالنسبة لك غامض، إلى جانب أن المستقبل بالنسبة لك خوف، أنت أكشولي خايفة كمان من المستقبل ومن الله. ومن الله والخوف من الله، والخوف من الله دي من أساسيات الحياة في الإسلام، لأنه وخايفة من الموت أكيد. الموت مرعب في الإسلام، مرعب، لأنه أنت مش عارفة أنت هتقابلي إيه وهتتعذبي قد إيه، ومن عذاب القبر العذاب ده والعذاب ده والعذاب ده، فما يعني فده كان يا إما يعيشك في رعب يا إما يعمل نتيجة عكسية. يلا بقى يعني عيشي زي ما خلاص بقى يعني لأننا غدا نموت، يعني نأكل ونشرب لأننا غدا نموت لو ما فيش أي أيضا صح. وأيضا من منظور الإسلام نقطة تانية مهمة عكسها تماما في المسيحية، إنه إله الإسلام ممكن يقرر إنه يخليك تخطئي بعد عمل صالح طويل فيدخلك النار، أو يقرر إنه يخليك تعملي عمل صالح بعد حياة من الخطية ويدخلك الجنة على حسب هواه. فأنت ما عندكيش ضمان أو طريق ثابت إلى الله. ففكري كده أنت واقفة فين، فكر أنت واقف فين، واسمع النقاش اللي بيننا دلوقتي، عشان إيه اللي هيحصل يا سوزي لو الإنسان عنده رؤية لأبديته فيها أمل، مش أمل بس، ده فيها يقين، ثقة، ثقة ويقين بقيامة المسيح. المسيح ورانا إحنا هنكون إيه، يعني إدانا التذوق أو إدانا الصورة اللي هنكون عليها في النهاية، لأنه انتصر على الموت. القيامة معناها إن لم يعد للموت أي سلطان علينا. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ فالمسيح ادانا هذه القوة اللي بيها قادرين نشوف مستقبلنا ايه، ابديتنا ايه. اكتشلي احنا يعني كما وكأني أنا الابدية ابتدت بالنسبة لي، لان المسيح كان اول الراقدين، يعني بقورة الراقدين. فمن خلال وديت اللي احنا بنسميها قوة القيامة. يعني ايه قوة القيامة اللي في حياتي؟ هو ان انا بقيت شايفة مستقبلي، ومستقبلي دوت بيأثر بقى على حاضري. انا عايشة ليه وعايشة لمين وعايشة ازاي؟ فده نقطة مهمة جدا في حياة كل انسان. في القيامة لما نقول بتأثر على حاضري، هو أنا عايشة لإيه؟ القيامة عملت فيا إيه؟ لما ببص على السيد المسيح له كل المجد، ولقيت إن أنا في مستقبلي هكون بهذا المجد وبهذا الجسد الروحاني، وانك هتكوني عايشه معاه، وانا هكون عايشه معاه ده اكيد. رجع لي استعادني مره اخرى الى ما كنت عليه، او الى ما كان في قصد الله، اللي هو كان في قصد الله. لو بصينا مثلا على التلاميذ كمثلا قبل يعني خليني اقول قبل ما نتكلم في التلاميذ، النهارده احنا كمسيحيين في فرق كبير. يعني مش عشان انت مسيحي، مش عشان انت مسيحي تبقى عايش على رجاء القيامة، صح؟ مش علشان انت مسيحي، مش عشان انت او في هناك مسيحيين مش عايشين فعلا طبعاً. على رجاء القيامة. يعني فهمت تقصدي. يا طبعا في ناس مش فاهمين ما هي القيامة اصلا، وايه اللي عملت فيهم. في ناس القيامة ليس لها مكان واقعي اخر الحياة. يعني القيامة وعد بالحياة مع الله، صح؟ مظبوط، وعد بالحياة مع الله. ففي ناس احنا بنقول انه فكرتك عن الأبدية مش ضروري، يعني لازم تشكل ده يكون ليها واقع في حياتك النهاردة. مظبوط. خطوات بتاخدها، عمل يغير حياتك
وتبقى صورة للمسيح فعلا. احنا في ساعات كتير بنبقى لسه ميتين في القبر بندور على المسيح في القبر, وبندور حتى على نفسنا احنا ما زلنا في القبر بينما المسيح قام. فانا ولكني لم اقم معه. لما اقول يعني بيغير نظرتي في الحاضر, ايه بيغير نظرتي وحياتي عن اهتماماتي كمان. انا هو انا عايشة كنوع من واحدة زي بقية العالم. هل اهتماماتي اهتمامات أرضية أم اهتماماتي هي اهتمامات سماوية؟ انت عارفة انه في فكرة انه مثلا المسلمين دايما يقولوا انتوا عندكم غفران بصلب المسيح فعشان كده بتخطئوا مثلا, فتقدروا تخطئوا زي ما انتوا عايزين. لا طبعا مش هو, ما هيش تذكرة للدعارة يعني خالص يعني. لا خالص. لكن الواقع ان فكرة الضمان بقيامة المسيح, اني ضمن ان ليا مكان مع الله, يخليني اكون حريصة اكتر ان يكون معايشة معاه من دلوقتي هنا بامانة الله, اني انمو معاه والكلام ده كله. بس لازم يحصل تحول في الفهم ده. فانا اتكلمت عن المسلمين ازاي بيفكروا في ابديتهم, المسيحيين كمان لازم يغيروا تفكيرهم عن ابديتهم. مع الاسف احنا كتير مننا حتى في الكنائس فاهمين ان الابديه هنكون قاعدين على السحاب وبشويه اجنحه كده ملائكه وجيتارات وحاجات زي كده. مش هو ده خالص يعني. السماء اكشولي أو أقدر أقول إن بالقيامة ربنا فتح الملكوت اللي إحنا فاكرين إن إحنا لسه هنروحه أو إن إحنا هيبقى في السماء طايرين يعني. لا, الملكوت اتفتح وإحنا لينا من هنا دلوقتي ندخل أو لا ندخل, اللي هي الحياة مع الله, اللي هي الحياة الملكوت اللي هو ملك, اللي هو ملك الله علينا. فالملكوت ده مش بعد ما ننتقل, الملكوت ده من هنا دلوقتي. من هنا أنت عايشه مع الله النهاردة بالصورة اللي تقدر عليها, لكن في الأبدية بقى هنعيشه مع الله بصورة فكرة الله أيا كان. والملكوت هي معية الله, معية الله وحياة مع الله, وإزاي أعيش أصلا من أجل الله. زي ما قلنا يعني أكتر حاجة بتشكل حاضري قلنا الأبدية. يعني مثلا أنا كنت بدرس في مرشدة في فكان اكتر حاجه بتشدني للمصريين القدماء ان هم ابدعوا في حاجات كتيره, ابدعوا في العماره وبنوا الاهرامات, ابدعوا في العلوم والكيمياء والحاجات زي كده, وعملوا المومياء لغايه دلوقتي ما حدش فيه في ابداع في حاجات. ليه؟ لان كانت في نظرهم الاخره هي المهمه وعملوا كل الحاجات دي من اجل اخرتهم. انا كانسانه مسيحيه يعني هم مش بس اخرتهم, هم ابدعوا في الحياه وابدعوا في انهم بالظبط هو ابدعوا في الحياه من اجل من اجل النهايه بتاعتهم. انا كانسانه مسيحيه شايفه القيامه قصادي, ايه اللي ببدع فيه دلوقتي؟ انا شايفه ان ربنا بيطلب مني الشركه معاه ان انا ابدع في تغيير نفسي. معناها ايه؟ ان انا اصبح الانسان الجديد, لان انا شايفه الانسان الجديد اللي السيد المسيح له كل مجد ابتداه بالقيامه, هو ده الانسان الجديد. واداني ان انا معاه من خلال الشركه دي انه يغير في حياتي ويجعلني صوره على صورته. زي بالظبط ما رجعنا مره اخرى لبدايه الخليقه, ان هو ان احنا اتخلقنا على صوره الله ومثاله. فبقيامه المسيح اداني الامكانيه من خلال الشركة معاه إن أنا أبدع وأكون the best of who I can, يعني أفضل ما ممكن أنا أكون من خلاله. من خلاله. وإنه إحنا مش أفضل ما نكون, يعني أنا مش أفضل ما يكون ليا. لا. في قصد الله يعني اللي هو ده. أنا أقصد إنه إحنا مش أنت ربنا ادالك إنه من خلاله تبقي أفضل ما يكون تبقي على صورته, لكن الأمر مش ليكي انت, الامر للجسد الجسد المسيح الاكبر. ان احنا نصبح ادوات مستخدمه لمجد الله. امين. ولينا شركه في مجد الله. فالتغيير الداخلي بيبتدي مننا جوانا, ده لازم منه جوانا, ده لازم للصوره واول حاجه لازم تبتدي من خلال تغييري انا.
لأن فقد الشيء لا يعطيه. لازم أتغير إلى حسب الصورة، صورة الله، لكي ما لكي بقى إيه يبتدي يستخدمني إن أنا أجلب الآخرين. لأنه في الآخر اللي بيشوفونا النهاردة لازم يكونوا شايفين صورة المسيح، مش سوزي أو أماني أو الخادم الفلاني. إحنا أدوات مستخدمة في يد الله لإعلان مجده. وليلي خلينا نتكلم شوية عن التلاميذ، زي ما يعني زي ما ربنا يدينا دلوقتي، لأنه بشوف فيهم صورة من ضعفنا برضو، وإزاي ربنا استخدم وغير من هذا الضعف من خلال القيامة على مدى عمر الإنسان. بالضبط. سو ناخد أمثلة نوضح شوية الفكرة للناس، إنه التلاميذ كانوا عايشين مع المسيح، سمعوا منه كل حاجة. المكتوب في الكتاب المقدس هو جزء بسيط جدا من اللي التلاميذ سمعوه وعاشوه وكده، والمسيح كان واضح جدا معاهم، كلمهم عن القيامة وقال انه هو يصلب وانه هيعذب ويهان ويقوم، يعني بمنتهى الصراحة. لكن ما اعتقدش انه ساعات كل الحاجات اللي ربنا بيقولها لنا بنفهمها. لا، ما في حاجات كتير بتقع مننا بتسقط يعني. فدي كانت صورة واضحة في حياة التلاميذ. لما النساء اللي هم من ضمن التلاميذ راحوا للقبر علشان يضعوا الحنوط او كده، كانوا يعني لو كانوا سامعين كويس كان المفروض ان هم ما يروحوش القبر اصلا، ما يروحوش القبر، مظبوط مش كده؟ او انهم يروحوا متوقعين انه في حاجه، مش هيكون الحنوط في ايديهم. هما ما كانش حد مصدق ان في حد هيقدر يقدر على الموت وان هو يقوم. طبعا حاجه ما حدش يعملها غير ربنا من اجل الانسان. فالسيدات راحوا على القبر لقوا القبر مفتوح، فجاء الملائكة وقالوا لهم لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام. انتوا جايين بتدوروا على ميت؟ لا، المسيح حي، وهو اذكرنا الكلام اللي كانوا بيقول لكم عليه، وهو بعد معكم في الجليل. يعني هو علمكم، قال كما قال في الجليل، يعني سيد المسيح علمكم الكلام ده. انما وده انا وانتي وكل ده انسان ضعيف، احنا في حياتنا اليوميه بننسى القيامه. الحزن احيانا بياخدنا من الحزن او الالم بياخدنا من اننا نركز على النصرة اللي اداها لنا الله. ده تبسيط للامر لكنه واقع في حياتنا. خلينا ناخد امثلة من الكتاب عن شخصيات كبيرة في الكتاب المقدس تمثلك وتمثلني النهاردة. بكلم المسيحي، بكلم العابر الجديد، بكلم المؤمن اللي بقاله سنين في الحياة. انتبه النهاردة ربنا عايز يغير ايه في حياتك اليومية اللي انت عايشها مع الله عشان تستمتع بالأبدية اللي هي أهم حاجة في حياتنا، اللي هي مستقبلنا، اللي هي حياتنا اللي صح. هي مثلا لو بصيتي على بطرس، شفتي بطرس قبل القيامة كان عامل ايه وقت الصليب؟ طبعا كانت ضربة جامدة ليهم انهم يشوفوا سيدهم ويشوفوا القائد بتاعهم بيتسلم وبيهان لقينا بطرس بينكر المسيح، رغم ان هو قبلها كان يعني بيقول انا شجيع السيما ومش هتقولش بقى لا ده انا مش هسيبك ابدا، انا مش هسيبك ابدا ولو كلهم سابوك انا المستعد. لكن وده 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 احنا كلنا ساعات في وقت الضرب وفي وقت الالم بننسى بس احنا دلوقتي عارفين القيامه. انما بطرس ما كانش مصدق كلام المسيح قوي، لانه زي ما قلنا ما حصلتش يعني، ما كانش قادر يستوعبها. امين. بطرس بالذات له يعني، والتلاميذ اللي كانوا ماشيين مع المسيح خطوه خطوه شافوا المسيح بيقيم موتى، ابن الارمله بيقيم لعازر. ففكره اقامه الموتى، من اقام الميت يقوم هو ايضا، يعني لا، بالنسبه لهم دي ما كانتش واضحه لسه. شوفي، ممكن وممكن لا، يعني احنا ما نقدرش نقول هم كانوا بيفكروا ازاي، لانه يعني اما يقول له لا انت المسيح ابن الله الحي،
آه ما هو كان عنده إعلانات من عند ربنا. إعلانات. كان عنده إعلانات من عند ربنا، فكان ممكن الإعلانات دي تشيله لو ثبت من غير خوف. ما هو الضربة كانت في الخوف، والخوف بيشل الإنسان. صح. وموضوع الخوف في حياة بطرس مثلا يبان في بطرس الجريء، المسيح قال له تعالى امشي على المية، فرح قايم ماشي على المية وجي في النص خاف. يا لأنه بص على الواقع اللي حواليه وشوية الهوى اللي حواليه خاف. احنا ناس برضو بنبص على اللي حوالينا وبنخاف، ما بنشوفش القوة اللي ادهلنا ربنا في القيامة، ان نظرتنا تكون له. بصي أماني، يعني مثلا القيامة غيرت إلى حد كبير أو إدت معنى كبير للمعاناة والألم. كلنا بلا استثناء في كإنسان إحنا كلنا بنعاني، وذر كنت مسيحي أو غير مسيحي، كلنا بنعاني بأشياء لأن إحنا في العالم، والعالم وضع تحت الشرير. إنما بتفرق لما يبقى عندك القيامة وشايفة مستقبلك، بتدي احتمال ان الالم دي مجرد مثلا قطعه في اللوحه، اوكي، لكن ما هياش اللوحه كلها. احنا ساعات ده اللي بيفرق ما بين انسان وانسان. ليه؟ لان انا شايفه ان اللوحه في القيامه هو ده اللي هبقى هكونه. الالم ده مجرد قطعه في اللوحه اللي ربنا بيعملها. فحتى كسان المسيح بيقول لنا انتم عملوا مخلوقين في المسيح، احنا اللوحه اللي بيرسمها عمل المسيح، نحن عملوا مخلوقين في المسيح يسوع، احنا اللوحه اللي هو بيعملها. فلو بصينا على الالم زي ما بطرس بص وخاف، it will take over، هياخد علينا، هيسيطر علينا الخوف والالم. انما لو حطينا الالم ده في مكانه عن طريق القيامه، الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا نحطها هو ان انا شايفة مستقبلي فين، هقدر احط الألم في مكانه وهقدر امشي في طريق القيامة لان انا عارفة انا مستقبلي فين ورايحة الى فين. ايه اللي يخليكي تشيلي عينيكي عن الألم؟ اللي هيخليني اشيل عيني عن الألم هو المسيح المقام. لان في المسيح المقام أنا سأقوم، أنا حي إذن أنتم ستحيون. يعني عندنا وعد. أنا اللي يخليني أشيل عيني عن الألم إني عارفة إنه دي الألم ده اللحظة دي هي لحظة لا تقارن بالأبدية خالص. ولأنه اللي يخليني أتحمل الألم إني عندي وعد في الأبدية. أيضا اللي يخليني أتحمل الألم إني أبقى عارفة إنه مش أنا المهدفة بالألم. لا، هو الإنسان المؤمن لما بيكون عايش حياته لله بيحارب، أنت بتضطهد، أنت بتتعب، أنت بتتكسر، أنت نفسك بتتكسر وأنت داخل فرحان قوي بعمل ربنا في حياتك، ممكن حاجات كتير تكسر نفسك وكل ده. الهدف من ده أنك ما تكونش متشجع تكمل الطريق وحاطط عينك على المسيح، تحس بالمرارة أكتر من ما تحس بفرحة المكانة اللي ليك عند الله. صح؟ مظبوط. لأن لو كان ليا رجاء بس في الدنيا دي هنا في المسيح فأنا أشقى جميع الناس، لأن زي ما أنت شايف الناس كلها تعبانة. لو أنا ما عنديش رجاء ورجاء بغير الأمل، الرجاء ده شيء ثابت لأن المسيح عمله ثابت لأنه هو أقام. فأنا لو أنا ما عنديش هذا الرجاء يبقى انا ليه بيقول لنا بولس ليه بخاطر بحياتي كل يوم؟ طالما انا هموت بكره وما عنديش قيامه، بخاطر ليه بحياتي كل يوم؟ المخاطره والالم اصبح لي معنى لان انا شايف ابديتي، شايف ابديتي ليترلي بالحرفيا، لان المسيح قام. فالابديه بدات ليا بقيامه المسيح. الابديه بدات ليا بقيامه المسيح. انا شايفاه، الحياة الأبدية بدأت لي. يصبح حياتي على الأرض ليها معنى. إن أنا المسيح سيبني على الأرض لكي ما أتغير إلى تلك الصورة عينها، إلى صورته، لأكون على حسب صورة الله، لكي ما أجلب آخرين إليه، ولكي ما
أرجع يعني أغير الأرض إلى سماء. أمين. بدل ما احنا مستنيين السماء، لا، ربنا قال أنا سايبكوا تحولوا الأرض إلى سماء. بمعنى أن احنا كل يوم بنصلي في صلاة الربانية بنقول يا رب لتكن مشيئتك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. طب هو ملكوت الله هيأتي إزاي؟ ملكوت ابتدى، علشان بس نكون مع يعني الملكوت اتفتح بمعنى أصح، الباب باب مفتوح. إنما هو ساب ولاده أبناء الملكوت اللي هم قبلوا أن هو يملك عليهم، سابهم لكي ما يحولوا الأرض إلى سماء. Yeah. علشان ربنا يبان، ربنا يبان للآخرين. إحنا ساعات مشكلتنا الكبيرة إن إحنا عايزين مكان حلو، أو فاكرين إن ربنا جه ياخدنا المكان حلو. هو يعني إحنا معاه في مكان حلو. المشكلة إحنا كنا في الجنة يعني. Yeah. صح ولا لا؟ Yeah. هو في أحسن مكان غير الجنة؟ إنما إيه اللي حصل؟ مين خرجنا ليه من الجنة؟ ان احنا غلطنا، صح؟ غلطنا وبوظنا الجنة وبوظنا الارض كلها، احنا خربنا الدنيا. بس يعني احنا كمان عندنا خلط بين الفكر الكتابي عن بدء الحياة مع الله في بدء الخليقة، كان ربنا خلقنا لهدف معين وان احنا نكون الهدف متغيرش يعني. متغيرش. الهدف متغيرش، لكن الهدف اتلخبط في مخنا احنا، لانه فكره الجنه حتى يعني حتى كلمه الجنه لما بتتقال انا بتعمل يعني بتتعبت شويه، لانه فكره الجنه اتلخبطت شويه عند المؤمنين احيانا، اذا ما كانش فيه تركيز وتدقيق على الافكار اللي في قلبك لازم تكون مرتبطه جدا بالمعاني الحقيقيه في الكتاب، بتتلخبط شويه، بنفتكر بقى ان احنا هنروح من الانهار من الخمر واللبن والكلام ده كله والعسل والحاجات دي. يعني في خلط بين الفكر الاسلامي في فكره الفردوس والجنه واللي بيقوله الكتاب عن اننا هنكون مع الله. في سفر الرؤيا بيقول كده، بيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. يعني صورة مختلفة خالص، إنه إحنا مستخدمين الآن ككهنة وكهنة وأبناء الله، مش يعني كهنة يعني أسيس، لكن مسؤول عن كلمة الله، مسؤول عن توصيل الكلمة، وإن لينا معاه شركة بعد كده. أمين أمين. لأن قصد الله زي ما قلنا ما بيتغيرش، ما بيتغيرش من خلقة الإنسان. لو إحنا غيرنا أو يعني أجلنا البتاع شوية، لكن ربنا رجع ورجعنا تاني مرة أخرى إلى حضنه عن طريق خلقتنا الجديدة في المسيح. لما نبص للقيامة ولحياتنا اليومية الآن، إيه اللي بيفرق في حياتي؟ السيد المسيح ما اهتمش بالألم، صح؟ واحتمل الألم واحتمل الخزي. كان الألم جزء من الرحلة طبعا. واحتمل الألم واحتمل الخزي ليه؟ من أجل السرور. الكتاب المقدس يقول لنا خليكوا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الخزي. طب إحنا إيه السرور؟ إيه هو السرور كان محطوط أمام السيد المسيح له كل مجد؟ إنه يرجعني ويرجعك. والقيامة كان عارف إنه هيقوم. كان عارف إنه هيقوم. طب أنا دلوقتي عارفة إن أنا هقوم، يبقى أنا لازم أحط ده قصادي زي ما حط السيد المسيح، فتصبح الألام وكل ما أمر به في هذه الدنيا هي الـ زي ما بقول يعني شوية بلوكس كده في حياتي إلى القيامة. إلى النهاية. خلينا نرجع تاني للخطوات العملية اللي اتكلمنا فيها. احنا اديناهم مثل بطرس دلوقتي، فاتكلمنا عن بطرس اللي كانت حياته متغيرة قبل الصلب. بعد القيامة بقى ايه اللي حصل لبطرس؟ تغيير. مجرد انه سمع ان المسيح مش لاقيينه في القبر، خرج من الاوضه اللي كان فيها، او يعني من الشقه اللي كانوا قاعدين فيها كلهم من الخوف، من اجل اليهود اللي كانوا منعزلين فيه بيصلوا وكانوا خايفين، لحسن اليهود يجوا يموتوه. خرج جري، اول ما سمع الموضوع ده خرج جري وراح يبص على القبر. وكان متعجب، بس مجرد خروجه يبين ان هو مجرد سماعه عن القيامه اديته قوه
انه يروح ويبص. وبعدين طبعا المسيح تعامل معاهم، تعامل مع هذا الخوف بظهوره ليهم كذا مره، بتعليمه ليهم. يعني المسيح قعد 40 يوم بعد القيامه عمال يظهر لهم، عمال يظهر لهم وعمال يعلمهم. رجع له تاني رسوليته او دعوته مره اخرى. وابتدى اكشولي بطرس، لو هناخد بقى، ابتدى ياخد القياده مره اخرى. ما بقاش خايف. كان عايز يبتدي الدعوه اللي السيد المسيح له كل مجد اداها له. العجيب واللي انا ببص فيه مثلا لما ابتدى الدعوه، واول ما حصل ان هيرودس مسك يعقوب واحد من الرسل الكبار وراح قتله. ده يعني الكنيسه خسرت على في خلال فتره قريبه بعد قيامه السيد المسيح عمود من عواميد الرسل. وراح ماسك بطرس كمان هيرودس وراح راميه في السجن. العجيب ان احنا نبص على بطرس نلاقيه محطوط في السجن ما بين عسكرين، يعني مش مثلا حاطينه في اوضه ورامينه، لا مربوط في عساكر. ده مربوط في عساكر اتنين ونايم نوم عميق. كما وكانه بيقول يعني هي اخرتها ايه؟ هيموتوني؟ طب انا ليه الحياه هي المسيح والموت هو ربحه ليه؟ لان انا عارف انا رايح فين. لدرجه ان الملاك لما جه عشان ينقذه، هو كان في خطه ربنا ان كان لسه بطرس له دور. فما كانش وقته للموت الجسدي الان. نلاقي بطرس نايم نوم غير طبيعي عميق. الملاك جه ونغسه. قال له قوم. قوم يا بطرس. بطرس حتى ما قال لك انا يمكن في حلم، يعني كده بيقول لنا كانه في رؤيا، في فيجن. لدرجه كده بطرس اصل انا مش عاتل هم. حتى الموت بالنسبه لي ما يهمنيش. ليه؟ لان انا عارف نهايتي ايه. انا شايف انا في ايده، انا في ايده. عايزني اعيش يبقى هعيش له وهتكلم. عايزني اموت يبقى انا هموت وهروح، لاني اشتهي ان انطلق واكون مع المسيح ذلك افضل. إن بقيت يبقى أنا باقي من أجل خدمتي. أنا أحيا للمسيح. وإذا ربنا أراد لي الحياة، أنا أحيا من أجل هدف اللي ربنا حطته لي أمامي، وهو إن أنا أجيب الآخرين إلى المسيح. إحنا ليه بنتكلم عن الرسل النهاردة كبداية يعني أو كمثل أول للحديث؟ لأنه من حقيقي من عظم الكتاب المقدس انه بيورينا الضعفات والقوه لنفس الاشخاص، ومفيش حد بيتأله في الكتاب المقدس. الكل عنده ضعفات بشريه، ومن خلال الضعفات البشريه الله بيتمجد. جميل. والله بيوري لك قوه الله المغيره في حياه هؤلاء. فاصبح الرسل اللي كانوا موجودين في الوقت ده واللي شافوا المسيح واللي حضروا القيامه واللي تحدثوا معه واللي شافوا العلامات اللي في العهد القديم اللي ظهرت في المسيح واللي اتحققت في المسيح، كل ده يعني شافوه على مرحلتين، ما قبل الصليب وهم لسه يعني في شك يمكن، في ألم غطى على عينيهم، الى مرحله ما بعد القيامه وهم عايشين بقى بيتعلموا من المسيح. انا وانت كده مفيش فرق. مش عشان هم شافوا المسيح بعينيهم وكتبوا ووصلوا لنا الاخبار هم يفرقوا عني وعنك في اي حاجه. ما يفرقوش. ليه؟ لانه الله المسيح نفسه اللي قام من اجلك ومن اجلي هو الامس واليوم والى الابد، ويتعامل معانا بنفس القوه. اعتقد بولس مثل ليا وليك يا سوزي وللمشاهدين، لانه ما شافش المسيح، ما كانش من المجموعه اللي هي قعدت مع المسيح 3 سنين لا ما كانش من ولكنه كان ضد المسيح. لا ده مش ضده يعني، بس ده كان مضطهد للكنيسه. وكان بأكشولي اي حد مسيحي في بدايه الكنيسه كان بياخدهم وبيقولك بينفذ فيه تهديدا وقتلا. يعني بلغه اخرى كان ارهابي، كان ارهابي، كان قاتل. وبولس الرسول مثل لاخواتنا المسلمين اللي بيسمعونا دلوقتي، انت النهارده بولس الرسول او شاول قبل ما قابل المسيح. خليني أوري لك لما بولس قابل المسيح حصل إيه. لما بولس قابل المسيح
حياته كلها تغيرت. أولا بولس عرف إن في المسيح هو اللي كان مستنيه، لأن ده كان فكر يهودي إنه هما مستنين المسيح، لكنه ما كانش فاهم. لكن بمجيء المسيح وتغيير بولس، بولس ابتدى حياة أخرى. يعني حتى المسيح قال سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. بولس خاطر بحياته من أجل، مش بس من أجل الآخرين، يعني يعني ربنا اداله كمية خوف على الآخرين غير طبيعية. يعني كان بيدخل مدينة يتضرب يتكسر يوعظ الوعظات ويتكلم ويدي الناس الرسالة، لكن يتضرب يتكسر يتسجن ويرجع تاني ويكمل تاني ويروح مدينة تانية وهكذا. كان عنده ده. بس عايز أقول حاجة، إنه بولس تقابل مع المسيح بصورة خاصة، ولكنها مش خاصة لدرجة إنها ما بتحصلش معاكم معايا النهاردة. يعني المسيح لما ظهر لبولس قال له إيه؟ لماذا تطهرني؟ واتكلم معاه واداله الرسالة اللي كانت خاصة لبولس. لكن أنا متأكدة إنه كتير من السامعين ليا النهاردة، من العابرين، من العايشين معانا في هذا العصر، تقابلوا مع المسيح يا إما بنفس الطريقة أو بطرق مختلفة تكون يعني الأقرب للقلب. يعني بالنسبة لي أنا تقابلت مع المسيح في وأنا بقرأ الكتاب المقدس، كان بيديني أنا رسالة شخصية مرتبطة بحياتي بالتحديد، بالحتة اللي هو كان عارف هيلمسني فيها إزاي. كتير من العابرين اللي بيتصلوا بينا يا سوزي بيقولوا الكلام ده. جميل. أنا شفت رؤية، أنا كنت قاعد في أوضتي وشفت نور، والمسيح قال لي اعمل كذا. المسيح له كل مجد، بيتعامل مع كل واحد إلى اليوم. إلى اليوم طبعاً طبعاً. ها أنا معكم كل الأيام، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. مش كون إن هو قام معنا كده إن هو مش معانا. نو. المسيح حاضر في كل مكان وفي كل زمان، حاضر من أجلنا لكي ما يعيننا على أن نصل إلى، أو يعني الفيكتوري اللي هي الآخر، النصرة الأخرانية. بولس ممكن ناخده كمثال رائع لينا، إن هو كان بيعمل حاجات غلط بس كان فاكرها صح. وكان فاهم إن هو أنا بعمل من أجل ربنا. أنا بدافع عن أنا بدافع عن ربنا. ربنا علمه قال له أنا مش محتاج إن حد يدافع عني. أنا اللي دافع عنك. أنا جيت علشان أنقذك أنت يا بولس. فدي كانت فتحة عين لبولس كبيرة. بولس كان فاكر إن الغيرة، إن أنا أبغير بقى على ربنا، ولدرجة إنه كان بيقتل إخواته، كان بيقتل إخواته اليهود. وده التطرف، وده التطرف الإسلامي برضو، وهي نفس الفكرة. أنا أدافع عن الله، أنا أدافع عن الفكرة الإسلامية. وحتى تطرف ممكن يكون في داخل الكنيسة نفسها، في داخل ما بين العمين بنضرب في بعض كطوائف. أنا أدافع عن الطائفة. يعني دي حاجة الحقيقة مع الأسف الشديد مريرة جدا. إنك تشوف إنه إخوة مسيحيين ممكن يختلفوا، أنت بروتستانت، أنت أرثوذكس، أنت كاثوليك، أنت معمداني، أنت مش عارف إيه، وهم الأصل في الحكاية كلها الكتاب المقدس المسيح. ما فيش اختلاف كتاب مقدس، هم إحنا جسد واحد، لكن إحنا عمين بنقطع في بعض عشان إيه؟ أنا أحسن، أنا اللي بدافع عن ربنا، أنا اللي بدافع عن ربنا. بيقول لنا لأني موقن بمن أمنت. بمن أمنت؟ المسيح المركز. المركز هو الله. لكن مش بما شوية أفكار أو شوية طقوس أو شوية عقائد أو لا، إنما الله لا يتغير، إنما الإنسان يتغير. الحاجة اللي علمها لي ربنا من خلال القيامة هو إن الإنسان لابد أن يختبر نفسه. هل أنت في الإيمان؟ وكلمة اختبار النفس أو امتحان النفس دي لازم أحط نفسي قصاد ربنا. لازم أواجه نفسي وأواجه ذاتي قصاد ربنا، زي ما بولس تواجه مع ربنا. لما بولس تواجه مع ربنا عرف أخطائه، وحتى قال لربنا يعني أنا بجهل فعلت الحاجات دي، ولكني رحمت لأني بجهل فعلت الحاجات دي. إحنا بجهل بنعمل حاجات كتير، وربنا عايز يغير فينا هذا الجهل، وعايز يغير فينا هذا الضعفات والنقصات. هتغير إزاي؟
هتغير من خلال ان انا هحط مثال الله امامي له كل مجد السيد المسيح، لانه هو صورة الله، لكي ما استطيع ان اتغير على حسب هذه الصورة. اهتماماتي، هل انا عايشة كالعالم؟ بمعنى هل انا، هل كل اهتماماتي عبارة عن اللبس وال البيوت، الفكر العالم عامة يعني، هل هو ده اللي بلاقي فيه عطشي؟ السيد المسيح بيقول لنا اللي يشرب من هذا الماء يعطش. الميه، الحاجات دي ما بتشبعش، انما من الذي يشبع؟ الله. ليه؟ لان انا فيه بجد نفسي، وده هدف الانسان، وده هدف اكشولي ربنا انه يخليني ويخليك نلاقي نفسنا، نجد نفسنا. المسيح جاء، المسيح جاء من اجل ان كل انسان فينا يجد نفسه ويصل الى الطاقه الكبيره اللي هو في كل انسان فينا له هدف وقصد في قصد الله، وربنا هو اللي هيوصلنا الى هذا. طيب معلش، نقول ربنا عايز كل واحد يلاقي نفسه، انا يعني اختلف معاك شويه في الحته دي، لانه اعتقد انه المسيح عايزنا نلاقيه هو، فنجد نفسنا من خلاله، مختلف. فلازم توضح، عشان اصل في الفكر الجديد اللي بيقول لك بقى ايه، حب نفسك ولاقي نفسك وعيش لنفسك والكلام ده كله، ده يخالف خالص. لا اكشولي، ده اللي بيخلينا مش لاقيين نفسنا بالظبط. ده ليه؟ لان انا حياتي متصله بربنا. انا نفسي متصل بربنا، لان ربنا اداني هذا النفس، فانا بلاقي نفسي باتصالي بالله، باتصالي بالسيد المسيح، او بالمعنى الكتابي انه ليه الحياه هي المسيح. مظبوط، ما هو بتصل بالله. بتصل بالله، بس معنى الحياه عند المؤمن هي المسيح. امين. ليه الحياه هي المسيح، والموت هو ربح، لان انا هكون معاه، لانه خلاص فكره الموت ما بقتش عقبه. المسيح قهر الموت وكسر شوكة الموت، لكن إني أعيش حياة متغيرة نامية متجددة مع الله، ده يستدعي إنه ذاتي تموت. أمين أمين. وده اللي قاله السيد المسيح، لو أخدت بالك، من أضاع حياته من أجل يجدها. وكل واحد، من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. يعني ينكر نفسه. لما قال لمارتا من آمن بي ولم مات فسيحيا، كان بيتكلم على العازر وإقامة العازر، ولكن الواقع أنه الإنسان فعلا اللي بيآمن المسيح بيشوف أنه حياته ليس لها أي قيمة من غير المسيح. لكن اكشولي قيمتي اللي حياتي ليها قيمه في المسيح، في مقاصد الله طبعا. حتى الايه دي بحسها انها ليها معنى، لان الله يعطينا نوع جديد من الحياه. امين. يعني انا في ساعات كتير بكلم مع اصحابي وبعدين يقولوا لي ازدرت، هي دي الحياه؟ ان انا اتجوزت وخلفت وعندي عيال، والعيال بقى جابوا عيال، او عندي بيت، ازدرت؟ لا، مش هي دي الحياه اللي في قصد الله. يعني اللي تربينا عليه، انا اتكلمت في الحكايه دي كتير، انه دائره الحياه المعروفه، انك تتجوزي وتخلفي وتربي عيالك وتربي احفادك والكلام ده كله. بس فعلا كتير الناس بتوقف وتقول بس كده، خلاص خلصت الحياه. هي دي الحياه؟ لا، مين قال ان دي الحياه؟ وجاء المسيح، جئت ليكون لهم حياه، ان يكون لهم افضل. ازاي؟ من خلاله، فيه. لما عيني تكون عليه، هقدر احط كل الامور في نصابها، كل الاولويات هتكون له هو. لانه لما نقول عيني على المسيح، يعني انا في الشركه، عارف، عيني على الشركه اللي بيني وبينه، انه موجود في وسط كل هذه الحياه. فانا مش ام لوحدي، وانا مش جده لوحدي، وانا مش فيعني الحياه مع المسيح لو كان هو المركز وفي الوسط، الامر بيختلف، والامور كلها بتتحط في مكانها. عارفه، كل حاجه بتبقى محطوطه في صح. والانسان بيعيش من اجل الله. امين امين. طيب خلينا أسألك سؤال، إيه علامات إني اتغيرت؟ ده سؤال جميل شوية، طويل شوية.
أولا لازم نبقى فاهمين إن التغيير ما بيجيش في يوم وليلة. دي حياة. لو بصينا على كتاب مقدس هنلاقي السيد المسيح كان بيتعامل شوية شوية. لو بصينا على بطرس في أول القيامة غير بطرس في نهاية حياته. بولس هكذا لو بصينا في يوم ما تقابل مع المسيح غير بولس خالص في آخر حياته. القيامة والمسيح وحياتنا مع المسيح هي تغيير مستمر. إن إحنا لأن الصورة عالية قوي، يعني الصورة اللي هنوصل لها أو اللي حطينها قصادنا هي صورة الله. فطبعا المشوار طويل قوي، لأنه الكتاب من المنظور الإنساني يعني إيه أبقى في صورة الله، لازم أبقى شبهه إزاي، إزاي نبقى نلاقي نفسنا كأننا ناظرين في مرآة كأنه بالضبط هي دي صورة المسيح، إن إحنا نبقى كده. دي حاجة كبيرة قوي. طبعا حاجة كبيرة جدا، بس هو ده هدف الله أن نكون شركاء الطبيعة الإلهية. بس عشان برضو الكلام الكبير هو إحنا معلش يعني شركاء الطبيعة الإلهية دي برضو كبيرة شوية على فهم المشاهدين ساعات. إني أكون شبه ربنا دي من خلاله طبعا، مش من خلال قدراتي ولا اني انا يعني اقدر اعمل حاجات اعجازيه ما حدش عملها قبل كده. من غير المسيح ما ينفعش. بصي يا اماني، احنا اتولدنا كلنا بنتولد من ادم الترابي، حاملين الادم الترابي اللي هو من الارض، حاملين صفات ادم اللي هي الطمع والجشع والخوف والخطيه الطبيعيه. جه المسيح يدينا جه الله يدينا اللي احنا فقدناه من البدايه. فربنا بيقول لنا اخلعوا ادم القديم الترابي البسوني انا او اتصلوا بي انا عشان اديكم الحياه الجديده اللي هي تقدروا بيها تعملوا مش بس الاعمال اللي انا عملتها وانا على الارض انما تعملوا كمان ما هو اعظم منها. يعني كلمه كبيره قوي، يعني كلمه ان احنا نقدر ليه؟ لان انا هديكم هذا، انتوا عملي وانا. لو الانسان اشترك مع الله، خلي بالك الانسان له اراده في الموضوع ده ولو شركه مع الله، انما ربنا مش هيعملها. اللي احنا ما نقدرش نعمله ربنا عمله، وهو ان هو جاء وادانا حياه جديده. انما سب لنا ان احنا نختار يا اما نكون معاه ونشترك معاه في التغيير في تغييرنا وان احنا نكون على صورته او لا. طب ازاي بقى بتقولي ان انت سالتي ازاي امتحن نفسي مش كده ولا ايه؟ ازاي اعرف اني اتغيرت؟ ازاي اعرف اني اتغيرت؟ بصي، لا احد يعرف الانسان الا الانسان نفسه. دي اول حاجه. انا اقدر اميز اذا كنت كل يوم بحط نفسي قصاد مراه المسيح ان كان في احشاء في احشائي اتغيرت. في احشاء رأفات بقيت ببص على الناس من نظره مختلفه، ما بقتش عين الادانه، ما بقتش عين الإدانة اتشالت. بقيت ببص لأختي ولأخويا كأني ببص لنفسي أنا. أنا بقى عندي رحمة على اللي حواليا، طبعا أيا كان أيا كان هذا الشخص، ما بقيتش بخاف على نفسي. التغييرات دي كلها عشان بس يعني أحشائي ساعة برضو سو يعني قلب الإنسان بيتغير من جوه. طبعا وكل يوم بتغير. يعني انا لو بصيت على نفسي السنه اللي فاتت لو ما لقيتش في تغيير فيا يبقى في كويستشن مارك، في في حاجه لازم اخد بالي هو ايه اللي وقفني. النمو في كلمه الله كمان عليه عامل كبير، يعني فهم مقاصد الله. انت اتكلمتي على مقاصد الله كتير في يعني في خلال اللي كنا بنقوله، لكن فهمي انا لمقاصد الله في حياتي. العالم ساعات سوزي بيخلينا نشوف نفسنا يا اما لو احنا في العالم، او يا اما نشوف نفسنا كويسين قوي واحسن حد ومش محتاجين حاجه، او انه نشوف نفسنا اقل كتير من انه ربنا حتى يبص لنا. بس دي مش من مقاصد الله. لا طبعا مش كده. خاصة الستات، لازم نركز في الحتة دي، وخاصة الستات المسلمات بيبقوا شايفين نفسهم بعيد عن عين الله، مش منظور ليهم من الله.
مش هيكونوا محبوبين زي الرجالة اللي في حياتهم أو مفضلين زي الرجالة اللي في حياتهم. بالعكس هو مفيش ما أصلا مفيش محبة من الله للإنسان في الإسلام. فالمفهوم ده يتغير إزاي لكل واحدة بتسمعك النهاردة وشايفة نفسها يعني معقولة ربنا هيعمل معايا إن ده كله؟ طب ممكن يعملها مع الراجل اللي في البيت، لكن أنا ليه؟ هو إيه الفرق بين الراجل والست؟ مفيش أي فرق عند ربنا ما بين رجل وست، لأن هما الاتنين معمولين على صورته ومثاله. والسيد المسيح لها كل مجد في دائرة، الدائرة بتاعت الصغيرة اللي هو كان بيقعد معاهم وبيشرح لهم. كان في سيدات كثيرات، تلميذات كثيرات، تلاميذ يعني سيدات ومرسلات. ومرسلات، الأول واحدة كانت مرسلة كانت السامرية، المرأة السامرية. والمرأة السامرية ديت مش بس مرأة عادية، ده دي كان ليها 5 أزواج. لكن المسيح غير لما لمسها، قال لها المية اللي انت بتطلبيها تعالي عندي وانا هديكي ينبوع ماء لا ينبت، بل سيكون عندك ينبوع الى النهاية. لا، المسيح بينظر الى المرأة كما ينظر الى الرجل، لان احنا في جسد واحد، في لا فرق بين امرأة او رجل، ما فيش اي فرق. بس ممكن يكون كلام عام، لكن لو بتكلمي واحدة بتقولك أنا مش ممكن ربنا يبصلي، عندي خطية، أنا قليلة، أنا مش مهمة، تقولي لها إيه؟ كلنا عندنا خطايا، وما فيش حاجة كبيرة على ربنا، ما فيش خطية كبيرة على ربنا. الخطية الكبيرة إنك تقولي إن ربنا مش هيقبلك، دي ساعتها أنت ما تعرفيش قلب ربنا. ربنا جه من أجل الإنسان بكل وسخته علشان ينظفه. محدش فينا بلا خطيه، واحنا كل يوم بنخطئ، لكن كل يوم بنقوم. تعالي الى ربنا زي ما انت، بكل الافعال اللي عملتيها، بكل الافكار اللي عملتيها، واطرحيها امام ربنا. زي الزانيه اللي المسيح ما قالهاش اي حاجه غير لا، قال لها مغفوره لي. اما دانك احد؟ قالت له لا ولا انا ايضا ادينك. ليه؟ لانك انت جيتي لي، وانت جايه ومذلوله. عارفه بس حتى الزانيه يا سوزي ما جاتش بارادتها، ما جاتش بارادتها. هم مسكوها وسابوا الراجل. يعني كما يعني مش عارفه مشكلتنا دي معاكم بصراحه. فالمسيح نظر اليها، لان المسيح عرف بالظلم الاجتماعي اللي كان موجود. وقال لها اما دانك احد؟ وحتى قعد على الارض عمالين يقولوا له دي لازم ترجم ودي لازم لكن السيد المسيح جاء، أنا جئت من أجل الخطاة، جاء ما جاش من أجل الأبرار، أو يعني أو اللي فاكرين نفسهم حلوين يعني، لأن ما فيش حد فينا بار. إنما الإنسان اللي يحط نفسه تحت إيد ربنا ويقول له رب أنا خاطي، هيخرج من أمام محضر الله وهو مشفى، أيا كان سيدة أو امرأة. قيمتك في إلهك اللي جالك و اداكي اللي ما تقدريش انت اللي اختارك واداكي واللي اداكي الحياه، هو مديكي حياه من اجل هدف معين. فتعالي له بكل عبئك، بكل تعبك، لان هو الوحيد. تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. المراه الخاطيه انا لسه قايله هي ما جاتش للمسيح بارادتها. الحقيقه انه انا في يوم من الايام كنت بفكر نفسي زي الست دي بالظبط، لا يمكن ان الله ينظر الي. يعني كان عندي 12 13 سنه وانا متاكده انه هيبص لي ليه، يعني انا في ايه يبص لي ربنا. لكن اما قلت الحكايه دي انه الست دي ما جاتش للمسيح بارادتها، لكن ربنا اداها غفران واداها حياه وبقت يعني في معيته، اوكي، انا افتكرت ان انا برضو ما جيتش للمسيح بارادتي. تصوري يعني فعلا ده ينطبق عليا جدا، لانه انا جيت للمسيح علشان ارجع امي للاسلام. يا ده كبدايه، لكن كبداية. بعد كده كان ليكي وعي في اختيار إرادة بعد كده الاختيار. لكن انا برضو ما روحتش وقفت قدامه بارادتي، انا فتحت الكتاب المقدس علشان ارجع امي للاسلام. المسيح جالي المسيح يتعامل مع يعني في الموقف، يعني عارفه ايه، اقتنصني كده من يد الشرير. امين. فحتى لو انت حاسه انه ربنا مش شايفك، لا لا لا، انت ربنا شايفك دلوقتي حالا، ف
في اللحظة دي ربنا شايفك، وربنا مخليكي تسمعي ده عشان يقولك ما فيش حاجة صعبة عليا، ما فيش حاجة كبيرة عليا، وخطاياكي اعترفيلي ولا أعود أذكرها، مش اعترفيلي وأنا هخبيها، لا مش هفكرك بيها ولا هفتكرها، لأنه هبدلها برحمتي ومحبتي وغفراني وخلاصي. أمين. وتعيش بقى حياة قيامة. أمين أمين. وجودنا في الحياة الآتية الحاضر بتاعنا هي فرصة لينا لكي ما نتغير إلى قصد الله، إلى تلك الصورة عينها. يعني نتخذ من حياتنا في الحاضر فرصة لكي ما نبدع إن إحنا يتغير المسيح، يغيرنا المسيح إلى صورته، إلى أحشاء، بلاش أحشاء، إلى إن هو يعني نتملي من رحمته، نتملي من قلبه تجاه الآخرين، عينينا تبقى كعينيه، ننظر من خلاله إلى كل نفس وإلى كل روح موجودة على صورته، لأنه هو الخالق الكل. نكون نور وسط الظلمة، لأن العالم مليان ظلمة. نكون خير وسط الشر. هو ده اللي ربنا عايزه مننا، هو ده سيبنا، هو ده حاضرنا اللي لازم نعيشه علشان احنا عارفين أبديتنا ايه. النهاردة أما كنا بنتكلم الصبح عن موضوع أنه حتى في وسط الألم بنرى القيامة ونرى اللي ممكن يعمله ربنا، فافتكرت الترنيمة بتاعت الأخ ماهر اللي بيقول إيه، شابب على طراطيف عنواني، شايف من هنا على الأرض في آلامي منظر تاني، شارب شارب مر لكني شادد عودي وهاتي أغاني. يمين. أنا واخد واحد مر لكني شادد عودي وهاتي أغاني، لأنه المر اللي احنا بنحسه والألم اللي احنا بنحسه هنا ما فيش حاجة تخليه لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لا يقاس بالمجد العتيد. أنا بشكرك وبشكرك أنك بتحتمليني لما على فكرة احنا بنهزر كده مع بعض، يعني أقول بلاش الكلام الكبير ده يا سوزي. لكن نشكر ربنا على النعمة اللي هو مديها لك وكلمات النعمة اللي شاركتينا بيها النهاردة. أنا بشكركم، كل سنة وانتوا طيبين. رجاءنا في المسيح اللي احنا بنعيش علشانه وليه وبيه، احنا مش أشخاص، يعني اللي قدامكم دول مش أشخاص متميزين بأي حاجة، لا فهم ولا معرفة، ولكن نتميز بأن المسيح هو من يحيى فينا، هو أبونا، هو حامينا، وهو ليكم نفس في نفس المكان، هو أب ليك، ائتي لي الآن وهو هيحتويك فتعيش حياة القيامة في اسم يسوع المسيح. بصلي من أجلكم وألتقي فيكم في الأسبوع القادم.